اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة قبل ما تشتري. الفيديوهات دي احنا بنتكلم فيها عن البرفان قبل ما تروح تجيبه وانت مش عارف عنه حاجة وتلبس فيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان. فيديو النهاردة احنا معانا برفان من مون بلو، معانا مون بلو ليجند تركيز الاي دي تي عشان ابقى يعني محدد شوية. الاول قبل ما نبتدي في الفيديو يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب واكتب لي في الكومنتات لو في اي برفانات معينه عايزني اعمل لها ريفيو او في مقارنات ما بين البرفانات وبعضها عايزني اعملها، ولو عندك اي فكره متعلقه بالبرفانات بشكل عام واديني فيدباك يعني في المجمل ده هيكون مفيد ليا، وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر شويه. نرجع تاني للحاجات اللي تعرفها قبل ما تجيب برفان مون بلو ليجند. هكلمك في الفيديو ده عن شوية نقط تعرفها عنه، تركيبته، أداؤه، ثباته، الكلام ده، وسعره برضو في الآخر، وهقولك لو كنت أنصحك أنك تجيبه أو تجيب حاجة تانية بديلة ليه. كلامي هيبقى عن المون بلو ليجند. في حاليا في السوق ليجند سبيريت وفي ليجند الاي دي بي أنا آسف. فأنا دلوقتي هتكلم على الاي دي تي العادي، هو ده اللي عندي، هو ده اللي بحبه، هو ده اللي بجيبه. هقولك ليه، ونبتدي بأول حاجة تعرفها عنه إن تركيبة البرفان ده جميلة جدا ومن أحلى تركيبات مون بلو ومناسبة للمبتدئين. البرفان ده تركيبته فيه حاجات كتير جدا، هي كومبلكس شوية، فيها وودينس وفيها فريشنس وفيها شوية فواكه وفيها برضو ريحة بخور. فالبرفان ريحته يعني التركيبة بتاعته معقدة شوية، ولكن هو ماس ابيلينج بمعنى ان هو سهل ان هو يتحب من كل الاعمار وكل الفئات. فلذلك انا بنصح بيه ان هو يبقى برفان للمبتدئين بسبب تركيبته دي. تركيبته بتخلي كل الناس اللي انت بتسالهم البرفان ده حلو ولا لا يقولوا لك بالفعل البرفان حلو ويبدوا اعجابهم بيه. التركيبه بتاخدك كده لمحات من ان هو فريش على ان هو تقيل شويه، فانت بتبقى محتار هو فريش ولا وودي. البرفان فعلا جميل، ريحته كويسة، وتركيبته دي تاخدنا النقطة تانية، ايه المواقف اللي ممكن تستخدمه فيها. مواقف استخدام البرفان ده ممكن اقول انها متعددة جدا. الاول ممكن نبتدي بفصول استخدام البرفان ده. البرفان ده ممكن تستخدمه في كل الفصول ما عدا فصل الصيف، يعني فصل الصيف الصبح. لو فصل الصيف بالليل الجو معتدل شوية ماشي ممكن تستخدمه، فيما عدا فصل الصيف الصبح انت ممكن تستخدمه في كل الاوقات، شتاء ماشي، ربيع ماشي، خريف ماشي. انا شخصيا بستخدمه في الخريف، ما بستخدموش في الشتاء لان الشتاء عندي يعني بيبقى جامد قوي فالبرفان مش هيأدي كويس. وفي الربيع والصيف انا بحب استخدم حاجات فريش اكتر من ده. فانا بالنسبة لي يعني من رأيي الشخصي ان هو بيستخدم احسن في فصل الخريف، ولكن بشكل عام انت ممكن تستخدمه في معظم الفصول وكل الاوقات ما عدا بس فصل الصيف تجنبه، لانه ممكن ريحته بسبب التوابل اللي فيه ممكن تبقى يعني مزعجة لبعض الناس بسبب حر الصيف وكده، ما بيبقوش حابين ان هم يشموا توابل. المناسبات اللي ممكن تستخدم فيها البرفان ده، هو ممكن يغطيك في حرفيا كل حاجه، ممكن تستخدمه ككاجوال او كفورمال. هو ميال لايه اكتر؟ هو انا يمكن ما اقول ان هو ميال اكتر لمناسبات يعني فورمال شويه، بس ممكن استخدامه في الكاجوال عادي مفيش مشاكل، هيؤدي نفس الاداء، هيقوم بنفس المهمه، جميل جدا، الناس كلها هتعجبهم البرفان ده وكل حاجه. لو انت طالب في جامعه ولا حاجه البرفان ده هيقضيك اليوم كله. البرفان فعلا ريحته هتبقى جميله ومناسبه للاعمار اللي مثلا من 20 ل 35 سنه. برفان حلو وجميل ومحبوب من كل الناس. حكايه ان هو محبوب من كل الناس دي تاخدنا النقطة تانية، وهي عامل الإطراءات، وخصوصا هل الستات بيحبوه ولا لا. أنا كنت قبل كده عملت لستة ببرفانات الجامعة. البرفان ده من البرفانات الكويسة جدا ان انت ممكن تستخدمها لو انت يعني مبتدئ في البرفانات او لسه مثلا مش عارف منين بيودي فين، ومحتاج ان يعني في اولوياتك ان انت البرفان ده محتاج ان يجيب لك اطراءات من الناس وخصوصا الستات. فالبرفان ده هيقوم بالمهمة دي كويس. لو انت طالب في جامعة او طالب في ثانوي مثلا البرفان هيدي لك شخصية شوية، لان البرفان ممكن اقول ان هو ناضج شوية، بس انت يعني مثلا تحت العشرين سنة ممكن تستخدمه برضو. انسب فئة عمرية تستخدم البرفان ده من 20 ل 35 سنة، البرفان هيقدم معهم اداء كويس قوي وهيجيب لهم اطراءات في اي موقف تستخدمه فيه. الستات بيحبوه ولكن ما بيتكلموش، يعني مش زي مثلا ما قارنوش بديور سافاج او بفيرزاتشي ايروس او بالترا ميل. لا، البرفان ليه عامل اطراءات ولكن ما بينافسش الكبار قوي بالدرجة اللي انت متخيلها. وده برضو حط في اعتبارك ان انت بتدفع في البرفان ده مبلغ مش كبير لو يعني بالمقارنة لو هتدفع بالبرفانات مثلا اللي انا قلتلك عليه. فده ممكن ياخدنا لحاجة تانية، الفلوس اللي بتدفعها في البرفان ده كقيمة مقابل سعر كويسة جدا. البرفان ده سعره تحت ال $30 ل 100 مللي. فانا شايف ان حاجه بالجوده دي وبالاداء ده وبالتميز ده يستاهل كل مليم في سعره. سعره $30 ل 100 مللي وبتاخد حاجه بجوده عاليه.
فانا انصحك جدا واشجعك ان انت تجربه وتجيبه وتقتنيه وتحطه في مجموعتك لو انت محترف، ولو انت يعني لسه مبتدئ في البرفانات اشجعك جدا ان انت ممكن تبتدي بحاجة زي كده. البرفان برضو في نقطة انا نسيت اتكلم عنها، الاداء. اداء البرفان كويس جدا، الاداء ممكن هقولك ان هو بيقعدك مثلا 5 ساعات ولا حاجة ثبات في الجو المعتدل، لو الجو ساقع شوية هتلاقيه بيتطاير بسرعة فمش هيأدي معاك الاداء المطلوب، وممكن فوحانه بيعمل بابل حواليك او بيعمل فقاعة حواليك مثلا 1.5 متر ولا حاجة، فالثبات والاداء انا شايف ان هم كويسين مرضيين جدا. في حاجة تستحق الذكر ان في من البرفان ليجند ده كذا نسخة تانية، في منه فلانكر اسمه الليجند سبيريت الابيض، ده هتلاقيني حطيت لك صورته. الليجند سبيريت ده هو كوبي من الاكوا، من الباكورابان انفيكتوس اكوا 2016. اللي ما يعرفش الباكورابان انفيكتوس اكوا 2016 ده نزل برفان نزل من 2016، عمل ضجه جامده قوي وحقق مبيعات جامده وعمل نجاح كويس، فراحوا موقفين انتاجه. ما تسالنيش ليه اللي حصل، هم طبعا في يعني اكوا لسه ان برودكشن، بس الاكوا 2016 كان انجح واحد ولعبوا في التركيبه بعدها، فقال له خلاص يعني هو اديناهم سنه واحده كفايه عليهم كده وخلاص، الزباين مش هتاخد حاجه كويسه تاني. فالليجند سبيريت خد الحاجات الكويسه من الاكوا وحطها في المون بلو سبيريت. فلو انت من محب البرفانات الفريش الصيفيه ممكن تستخدمه، ولكن ده انا من رايي ان هو ميال اكتر للجو اللي مش صيفي قوي، فدي حاجه انت حطها في اعتبارك. في منه حاجة تانية اللي هو الـ EDP، تركيز الـ EDP ده لسه نازل جديد مؤخرا من كذا شهر، الأداء بتاعه أفضل نسبيا من ده، ريحته هي هياها تقريبا، ولكن سعره أغلى برضو من ده. فأنت قارن أنت بينك وبين نفسك عايز تجيب الـ EDP ولا الـ EDT. أنا من شخصيا بفضل الـ EDT لأن هو أحسن بالانس ما بين الفلوس والجودة والأداء والثبات والفواحان، يعني بالنسبة لي هو ده يعني أنسب حاجة ما بين التلاتة. الليجند سبيريت اشجعك انك تجيبه للصيف، ده ممكن اشجعك انك تجيبه لمعظم فصول السنه ما عدا الصيف. اتمنى تكون قبل ما تشتري دي غطت كل النقط وكل التساؤلات عن البرفان ده، لان هو لسه في تساؤلات بتسال عنه في كل فيديو تقريبا. يا ريت تتكلم عن مون بلو ليجند، ويا ريت برده الناس اللي عندهم البرفان ده او عارفينه او اقتنوه بقالهم فتره يكتبوا في الكومنتات ويتكلموا مع الناس، هل بيحبوه، هل بيفضلوه، وهل ينصحوا الناس سواء المبتدئ او المحترف ان هم يجيبوه ويخلوه عندهم في الكوليكشن.